فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للمرأة أن تسقط حقها في الإنجاب من الزوج، سواء كان هذا لعيب في زوجها أو لرغبة منها للبقاء معه لأنه لا يرغب في هذا الأمر؟ إذا رضيت به وقالت ولو كان ما ينجب، رضيت به فلها ذلك الحق لها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.